اكبر من عيالها. ادي قطرين دخلوا في بعض اهم. واليونسكو الهوى وتهتم علينا، اوعى يا هوى تخبر اهالينا. الحق يا اخوي مين؟ سيبه حلت بيا محروس. عايز ايه؟ محروس الحق يا اخوي، انا اخوك الحق. يا محروس يا محروس الحاج الحاج يا اخويا يا محروس في اصل الحاج. ام صباح، ام صباح وقعت من طولها. الحاج الحاج وقعت الحاني وقعت دلوقتي. ايوه يا ساتر، حصل لها حاجه؟ الطف يا رب، ربك يلطف يا حاجه، ربك يلطف، ربك يلطف، الطف بينا يا رب. هي ما عندهاش استجابه في كل جسمها، وانا ما اكذبش عليك ده شيء يقلق. أنا شاكك إن الحبل الشوكي يكون اتصاب أثناء الوقعة. يعني إيه؟ هتفضل كده طول عمرها ولا إيه؟ أنا ما قلتش كده بالظبط يا حاج، بس إحنا لازم نعمل لها أشعة رنين على العمود الفقري بالكامل، وما أخبيش عليك لازم ننقلها مستشفى كويسة جدا دلوقتي، ويا ريت تكون دلوقتي حالا. شكرا يا دكتور. العفو. خلاص ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا يا دكتور. طبعا الو فضل ماشي الاسعاف. الحقنا. بقول لك لحضرتك بكلم الاسعاف، عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن. الحقوا، عايزين ننقلها اقرب مستشفى. يا صلاح استنى بس، هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي. طب انا الاسعاف قدامها ياما على ما تيجي. قول له خلاص خلاص. طب خلاص يا ابني، احنا هننقلها بمعرفتنا. هنتصرف ازاي؟ عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه، انا هتصل بيه دلوقتي خليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا الثلاثه ونشيلها. خلي زينب تجهزها بس الصبح. يلا واحد الا خير. نعم بالله خير خير. توفي يا رب. ايوه يا عبد العزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا. يلا انا في شقه الحاج صلاح. يلا اقل لي في الدنيا جهزيها يا بنتي جهزيها. لا لا صلاح صلاح امسك نفسك صلاح. عارف تستقبل بقى شوية. وحياة النعمة الشريفة اللي خلي عليه بهدلة. انت بتخطفني يا راشد ليه؟ ليه يا اخي؟ هو انا كنت سرقت منك سريع وهرفت؟ ما خلاص بقى يا فتون سد البلاعة دي. جوزك بعبط لسانه هو اللي قال لحضارك هنا. انت كلمت اهلي؟ هو كلمته وهخليك تكلميه. اطلب لي عليه يا راشد. اطلبه ازاي دلوقتي؟ احنا بقينا نص الليل، وعلى فكره هما في السجن متربيين قوي بيناموا بدري. هو مين ده؟ ده انسي صاحبي وصاحب جوزك من زمن الزمن، وده المطرح بتاعه اللي هنقعد فيه. تقعد فيه؟ نقعد ده ايه؟ انا مروحه بيتي يا خور. خدي هنا. اخد هنا ايه؟ عايز تعمل راجل قوي بقى؟ تعالى كل اول شهر وادفع الفاتوره تبقى راجل. ما انت عايز تروح تعيش لوحدك عشان كل يوم والتاني تروح الكباريه لزفت فاضي. طردت جالي امبارح يا اخويا وطردت، وقال لي انه هيدفع لي بدل الطاقه 2 و3. مش مصدق بقك يا فتون. ان شاء الله عنك ما صدقت. البيت ده يا اخويا ما فيهوش غير حيطان، نقي لك حته كده على كيفك واخبط دماغك فيها يا فتون. بس احنا ناخد استراحه نتعشى وتدفعوا لكم لقمه وبعدين نكمل الموضوع ده بكره. يلا تعالوا ورايا. صباح رباح يا شيخ.
هو مين ده؟ يا زينب، بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق، خلي صلاح يخليها معاه. يا عم صلاح. لا يا عم زينب، وده بيجيب معاك مفاتيح الشقه نسيته. حاضر حاضر زينب، بقول لك ايه، غطيها كويس للدنيا بارد. حاضر يا عم صلاح، على بالك وانت نازل. يلا يا اخوانا بالراحه، العربيه واقفه بره ولا لا؟ ما تشيل يا ابو عزيز. حاضر يلا واحده واحده يا جماعه، على مهلكوا عليها، على مهلكوا. افتح الباب. طمني يا دكتور، ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام، وعمود الفقر سليم، متهيألي ترجع البيت احسن. يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله ما بتتكلمش وما بتنطقش خالص، ارجعها البيت ازاي بالحاله دي يعني؟ امشي بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي؟ يا فندم انت اهدى ارجوك. يا فندم ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، دي تعبانه تعبانه. عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده، حرام عليك. معلش يا حبيبتي، شده وتعدي، وانت ست مؤمنه. قول يا رب. وممكن دكتور تصير عصبيه. قوليها في قلبك يا حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور، حكي عليا حاجه. اعرف ان المستشفى بتعالج. انا مش فاهمه منك حاجه. قولي يا دكتور، اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها، صدقني. ارجوك اهدى يا دكتور، المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس، مش كده يعني، مش بالطريقه دي. معلش يا فندم، اهدى اهدى ارجوك. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى، الدكتور ما قالش حاجه غلط، ده بيقول ان الحاجه الحمد لله كويسه. اما اني لا اسالك رد الخطا، ولكن اسالك اللطف فيه. استغفر الله العظيم. وحوس فين كل ده؟ احس ان انت ست. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله. ونعم بالله يا اخوي. مش هتكلمني علي بقى؟ فاكر جوزها قاعد على القهوه ولا ايه؟ مش تستني لما نعرف اذا كان ينفع ولا لا؟ ده انا جايب لك عيش توست، ولا انت واخده على البلد ولا ايه اخبارك؟ صباح الرضا يا كبير البشوات. بعد إذن معاليك، مزنوقين في مكالمة لأخويا علي. معلش البركة فيه. المشكلة كده مع جماعته، فيها جواز وطلاق وحضانة يعني حوارات كده مش عايزين نشغلك بيها. حبيبي يا عمهم، ربنا يوسع عليك. تسلم لي، مع ألف سلامة. مع السلامة. لما يبقى جنبه هخليك تكلميه. ما نشوف. قولي يا اخويا كول، انت عارف انا كنت هروح فين بكره؟ كنت هروح اشوف علي واقول له انك خطفتني واشوف هيعمل فيك ايه. انت مش مصدقني يا فتون؟ بقول لك قلب عظمه لسانه، احضرك هنا. يعني هو عايزني اقعد هنا بين اربع حيطان، اكل واشرب وانام زي المعيز؟ الموضوع ده اتقفل. ما اتقفلش. طب حشيشي. على اهو. ايوه يا اخويا، ايوه ايوه، تليفون انسي. ايوه انا مرات علي وعايزه اكلمه. متشكره يا اخويا، ربنا يحفظك. الو. الله الله يا ست الستات. ايوه يا علي، وحشتني. لا بجد وحشتني قوي قوي. تكلميني دلوقتي يا فتون؟ اصيله، ده انت اجدع مره في الدنيا دي كلها. والله العظيم وحشة ربنا، راشد خطفني ووداني عند واحد صاحب. انا اللي قلت لراشد يخطفك. عارفه ليه؟ عشان انت ست واطيه وما صمتيش العشره.